الحلقه هذه عنوانها يسقط القناع. باش نعطيك شخصيات من التاريخ وباش نسقطوا كل واحد عليه قناع يمكن الناس ما يعرفوهش. باش نوريك صوره اللي هي العمله نتاع الدوله جبل طارق. هذه العمله عمله دوله جبل طارق. السيد اللي هازز السيف نتاعو وبحذاه النجمه الخماسيه هو طارق بن زياد. شنو القناع اللي تحب تسقطه على طارق بن زياد؟ أول حاجة زي ما ثبتوا للناس اللي هذيك صورة خيالية، ما نعرفوش طارق بن زياد كيف كان شكله، لكن ما نعرفوش حتى شكونه طارق بن زياد بالذات. احنا قرأنا مثلا في الابتدائي في الثانوي أن طارق بن زياد فاتح الأندلس، هو بربري أمازيغي، سلم هو ولا سلم بوه ما نعرفوش، ما يقولوناش بالضبط. ثم مش يفتح يبقى يكون ليتنوع عند موسى بن نصير، ويبعثوا موسى بن نصير في غزوة استكشافية في شبه الجزيرة الإيبيرية، ويفتح ربي يفتح عليه وكذا، وهذا اللي نعرفوه. لكن ينسبوا له خطبة عصماء، أيها الناس البحر وراءكم والعدو أمامكم وليس لكم اليوم كذا، يعني سامحني يا عم ستار، ما هوش هو اللي أحرق المراكب، هذه الأسطورة متحدة، وحط الجيش متاعه اللي كان قليل العدد حطهم قدام الواقع وما عندكم حتى شيء كمش تقاتل. إذا كانوا أن بون ستراتيج ما يحرقش المراكب متاعه حتى تبدا شكونك أنت، ما تنجمش تحرك لي بون اللي نجم تمنعك، هذه الأولى. لكن هذا مش هذه الإشكال متاعي بالنسبة لنا، بالنسبة لنا شكون طارق بن زياد؟ شكون ينجم يقول لي شكون؟ طب التاريخ كي تفليهم الكل ما نعرفوش عليه حتى شيء. منع كل واحد شو يقول، فما تقريبا 6 أو 7 روايات تنسبوا، عبيد ينسبوه للبربر وعبيد ينسبوه للعرب، والعرب كل واحد القبيلة والبربر كل واحد القبيلة. يقول البربر مش نقصد، أنا قريت أنه طارق بن زياد الليثي واحدة من الأنساب اللي تنسب لها، فما ينسبوه كما قلت للقبائل البربرية، وكما قلت كي نستعمل كلمة بربرية مش استنقاص، إنما حتى استنس بها ابن خلدون يقول البربر، نقصد في الأمازيغ معناها، معناها شكون هو بالضبط. ثم أكثر من هكا نقول لك، أكثر من هكا، أنا طارق بن زياد كما أغلب الشخصيات التاريخية ينجم يكون تولد نكرة ثم ولا شخصية، به ما نعرفوش عليه شكون وما نعرفوش عليه قداش تولد، لكن كيموت من المفروض ولا شخصية، لأنه فتح الأندلس بجلالة قدرها. وقتاش مات؟ كيفاش مات؟ فين مات؟ تلقى الروايات مختلفة وعديدة. ألم يمت متسولا ذليلا في واحدة من الروايات؟ فما رواية تقول لي موسى بن نصير سجنه، فما رواية تقول كي مشى للشام على مشى لدمشق، في دمشق قالوا صرحوا قالوا امشي ما حشنش بيك، يقول روح البلاد حسين. كل واحد شو يقول، راهو كتبة التاريخ كي تبحث فيه تلقى كل واحد، وفما تلقى كتاب واحد يوريك يقول لك 3 أو 4 روايات، وهذا دليل على انهم ما يعرفوش. اللي قريناه على طارق بن زياد في موثوق. المكتب غير موثوق، معناها يعطونا فورمي واحدة منهم فيرسيون من لي فيرسيون، خاطر باهي تساعدنا باعتبار انه نسبوه. فما شكون ينسبوه؟ يقول لك حفيد الكاهنه ولد ولدها. فما شك في البطوله نتاعه ولا لا؟ لا، في البطوله، في انه كان قائد جيش مغوار، كان قائد جيش مغوار، كان ذكي، كان ذكي، ما حرقش السفن، انما الذكاء نتاعه انه عمل ديزاليونس مع لو كونت جوليان، واحد من من من, من الامراء نتاع البلاد اللي عاونوا، اللي عاونوا برشا، عمل معاه بيعه وشريه، معناه عمل معاه، معناه رجل ذكي، انه ذكي وقائد، قائد ذكي، هذا لا غبار عليه. ونسب النصر للعرب، نسب النصر للعرب، ونسب النصر اكثر من هكاين، نسب لموسى بن نصير، خاطر موسى بن نصير غار منه، وهذا ما يقولوهاش، غار منه موسى بن نصير وهزه كي سمع بالفتح، في باله باش يخلط هكا شويه، يا اخي الراجل خلط العاصمه وقضى على المملكه. وصحيح ولا لا انه موسى بن نصير هو اللي وقفه لما وصل حتى انا خلط عليك قريب لفرنسا؟ اي بغيني، قالوا اخف غادي ما عادش تزيد. واكثر من هكاك، موسى بن نصير كي جا راجع للشام، العاده جرات عاده العرب من قديم الزمان انه كي يفتحوا بلاد المنطقه اللي يفتحها شخص قائد جيش يولي هو الوالي نتاعها، كما مثلا عمرو بن العاص ولا ولي على مصر. الور كي مشى موسى بن نصير قالوا هيا معايا، وخلى هذيك عبد العزيز بن موسى بن نصير، خلى ولده، ما خلاش ولده كان في تونس هنا في الخروين مش غادي، هو اسمه طارق بن زياد فتح والولايه مشات لولد موسى بن نصير. معناه مش يوريك اللي فما حكايه كبيره برشا وما نعرفوهاش، ما نعرفوش الدخائل نتاعها بالكدا. باهي، باش نوريك شخصيه اخرى اللي هي واحد من المطربين المقتدرين في تونس. كان معايا الفنان القدير سلاح مصباح، قال بأنه علي الرياحي كانوا برشا ناس يحضروا
باش يضحكوا عليه؟ هل تسقط عنه قناع الفنان المحبوب والمقدر عند الخاصة والعامة وإلا ليه؟ كمات ولا محبوب عند الناس الكل. علي الريح توفى سيدي علي الله يرحمه، ولا محبوب عند الناس الكل. أما في حياته كان معبود النساء، معبود النساء يموتوا على علي الريح. والرجال؟ الرجال يغيروا منه. يغيروا منه علشان؟ علاش؟ على خاطر هو معبود النساء، بينما هما يتهكموا عليه باعتبار انه كان يطلع شخصين مكيي، كان يلبس شويه اكسترافاغان بالنسبه لزمانه، يلبس اللامي ويلبس كرافاتات مختلفه اشكالها، شعره كان عنده مشطه خاصه في شعره، البنان هذيك اللي متاثر بها باش اسمه الممثل المغني الامريكاني، كان مغروب الفيس بريسلي دونك اي عامل كيف البنان كي الفيس أي هو بيدو، هو يقولها في انترفيو، راه عندنا انترفيو في مجله الاذاعه يقولها، يقول انا تغرمت بيه فعملت، ما كانش كي كان اصغر ما كانش عملها، بعدش عملها البنان. اي فالتاثير هذايا خلى التوانسه اللي ما كانوش كما قلت لك ما يقبلوش المختلف، فيعتبروه هكا محلول برشا ريق، شنو طالع راجل طالع مكي شخصيه، وما تنساش مش راجل، اول راجل ساعات مثل طلع غنى شخصيه، ثم ما تنساش اللي حفيد شي خسلان جدو كبير أهل الشورى الملكية سيدي إبراهيم الريحي، وما أدراك بيت علم وبيت فقه، هو بيدو راهو أصل مؤذن في جامع زيتونة علي الريحي. هي عن البراءة بأمر بي، بأمر بي مؤذن في جامع زيتونة، بدا مؤذن في جامع زيتونة. بو عزيزو راهو كان، عزيزو كان إمام الأعظم تاع جامع، أكبر تاع جامع الأعظم. دونك نتصور العائلة تبرت منه؟ لا ما تبرتش منه كما يتصوروا الناس، أما كانوا متقلقين شوية. فما البعض اللي في عمره خوه خلي محمود ولا ولاد خوك شا كانوا يموتوا عليه ويحبوه كل شيء، أما فما ناس من العائلة الكبار شوية كانوا مش قاعد يعمل هذا، يطيح لنا همتنا، كان الدنيا راهو كاشطات على راسه قاعد في عرصة من عرص جامع زيتونة يدرس، ولا راهو في يعمل في الوظيفة التجانية ولا حاجة كي. فكانوا شوية. وهو الغريبة فيه سيدي علي هو أنه كان عنده دم بارد ملح من الطرح، مقتنعش قاعد يعمل حاجة ما تهزش منه حتى شعره. أثر بالفن ولا ليه بصراحة؟ ليه ما تهزش مات عاش مكسب مات مخلة مات في دار كري خطر ورث على والديه، خطر دارهم غنية ورث على كل ما يكسبه ويعلمه، معنى كل من جرى له بالميراث نزل عليه الخوه، الخوه سي محمود. ثم هو كعاش عاش يلبس طوموبيل وشيفور، طباخة في الدار، معناها كان يلبس مليح. كانوا يحذروا بالحق البلدية يضحكوا عليه بالحق؟ يضحك عليه كده يغني لا 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 خاطر كي يحذروا يغلب. هو عنده كاريزما، كانت عنده كاريزما، كي يقف في خسان ممكن جايين مش يحضروا روايحة مش يضحكوا، أما كي يطلع شخصان يبدا في الغناء، وخاصة هو كان يمثل برشا، يتحرك برشا الشخصية، دار الموت نتاعو ما فطنوش به اللي ما تحسبوه قاعد يمثل، طاح الراجل طاح تك جا على جنبه، هما مسلسين يستناو فيه مش يقوم، يحسبوه يمثل خاطر يتحرك برشا وكل، فكانوا ممكن يضحكوا شوية على كل الحركات اللي يعمل فيهم تظهر له مزاد وكل شيء، لكن كان غالبهم بالأداء نتاعو بالصوت نتاعو وبألحانه الغريبة، لأنه راجل كان ملحن براء. باش نوريك صورة معارض شرس علي بن غذاهم، صورة تقريبية نسقط عليه قناع. شنو علي بن غذاهم؟ والله احنا ديما نقولوا كي نقولوا ثورة نقولوا علي بن غذاهم، لكن علي بن غذاهم ما كانش بثورة كيما يتصورها برشا ناس، ما كانش ثورته ضد النظام لإسقاط النظام، كان ثورته ضد مصطفى خزندار الوزير الأكبر، فكان ضد سياسة مصطفى خزندار، ولذا ما كانش عنده مشكلة مع البي، مع الدولة، معني شكل الدولة، كانت مشكلته الوحيدة هي مع أنه البي يلزم يبدل وزيره الأكبر، لأنه يعتبر أن الحكومة تاع البي مسؤولة على برشا مظالم، الضرائب خاصة والمظالم ككل. ثم وهذا اللي خلاه فيما بعد كي دخلوا ناس بيناتهم بالصلح وكل شيء، مش بعث رسالة للبي يقول له أنا نستعرف بك راني ما عنديش مشكلة معك، خاطر فما ناس سموه بي الشعب، بي الشعب وبي الضعفاء، بي الضعفاء وبي الرعيه وكذا، فقال انا مش عمري ما طالبت بحد، والبي قال له سامحني راك انت بي البلاد وكذا نحبك تبدلوها، وفي اتفاق طلب عرضوا عليه يعطيه حاجات، طلب هنشير وطلب في جهته في هي معناه مش يرجع يستكفى بروحه، لكن هما غدروا علي بن غذاهم
تقرب من البي وطلب هذا الشيء. مصالحة، باش تصير مصالحة بيناتهم، لأنه ما بتعرف طويلت الثورة، مدة الثورة طويلت، والناس اللي يحاولوا بدأوا ينفضوا، بدأوا يمشوا على رواحهم. دونك علي بن غذان بيع الثورة نتاعه. بهنشير تنجم تقول معنا، لكن في الاخر ما خذاش بطباع داروا عليه وحطوه في الكراكه ومات غاديك مسكين معنا، فهمت؟ لا ربح من هنا لا ربح من هنا. أبا زاد ما تنساش اللي وقتها هو كيسلم سلم وطلب حاجه ليه، وقتها انفضوا من حوله كليفيرين معنا اللي معاه الكل، اسقط في يده، ما عادش عنده قبل معنا مش يقاوم وكذا. طويلت الحكايه من 61 ل 64 64 ثلاث سنين طويلت الحكايه. ممثل شهير جدا في أعماله في المكتبة التونسية الخالدة للمسلسلات اللي هو الحطاب الذيب. أي قناعة تحب تسقطوا على الحطاب الذيب؟ حطاب الذيب أول حاجة نحب نقول راه مش شرس، مش مجرم، مش شرير كما تصوره التونسي بما فيهم أنا كي كنت صغير. كي كنا نتفرجوا فيه هو بالنسبة لنا هو محمود المليجي في مصر، ووحش الشاشة سي فريد شوقي. فريد شوقي كيف كيف الثلاثة خاف منهم، لكن سي حطاب الذيب أطيب منه ما فماش، راه رجل طيب طيب على الأخر. ثم لكن شفتوه؟ ليه الألوان دولات كل شيء تزرع عليه يتخبى، مش يتخبى من فوق يتخبى، ما بحبش يظلم الناس، ما أنا راجل طيب، راجل طيب، لكن الناس اللي ما تعرفش على سي حطاب الذيب، أول حاجة اللي هو مولود في أربعة زنقة الهمامي نجمة سعدو قبل ما يمشوا الباردو، قبل ما دارهم ينتقلوا الباردو، في الدار اللي يسقى في دارنا، بيناتنا حيط فرضاوي، من دارهم اللي تولد فيها ودارنا اللي تولد فيها بابا وجدي، بيناتنا فرضاوي، ثم سي حطاب كان متأثر برشا بسيمون جيسلي. كان يحب المناضل الكبير سيمون جيسلي، ودخل النضال الوطني، راهو ناضل، راهو راجل ناضل، دخل النضال بالحق، ناضل بالمجد. وكان في وقت ما كان مش تجي الفتنة البرجيبية اليوسفية مش يخو صالح صف صالح بن يوسف، لا والله يكون جارد كور نتاعو حتى بالذيب. جارد كور نتاع صالح بن يوسف؟ اي في وقت ما كان الجارد كور نتاعو إلى إيبوزي لفكرة صالح بن يوسف. دونك تعاقب؟ تعاقب، بعدش تعاقب لمدة طويلة سي حطاب مبعد. مبعد مبعد وما يتكلموش عليه وكل شيء. من بعداش بدا يسترجع في مكانته لأنه فرض روحه، لأنه ممثل بارع، ممثل قوي، ممثل بارع. ما يشكوش اثنين في ذلك. واحدة من الفنانات المميزات في تونس شافية رشدي، نانا. أيوة تعيط لها نانا؟ ليه هما يعيطوا لها نانا، لعبت الكل كان من أعظم شان وقل شان يعيطوا لها نانا. أي قناعة تحب تسقطوا على هذه الفنانة المميزة في تاريخ الأغنية التونسية؟ حب أقول اللي كانت صعيبة مشومة، مش صعيبة برك شومة، شومة صعيبة خوف. هي قالت لي فمها نهار، قالت لي العواجي اللي تعرفهم الكل بخلاف استثنات زوز ولا ثلاثة، قالت لي كان اللي يطيح النوتة يدي من فوق والمدار من اللوطة، تضرب اللي تكبوها في قاعة عنيفة على الأخر، على الأخر صعيبة. تضرب موسيقيين؟ تضرب الموسيقيين. قلت لك استثنيت بعض اسماء كما سي محمد تريكي ولا خير عاد هو كنت بديت على محمد تريكي وكنت تحترم برشا، مثلا تحترم برشا اش اخترناه، تقدروا قدر كبير، لكن قالت لي مع هذه مره شويه برك لا درت عليه، خاطر شافيه كانت مسخنه كتافها بشيخ المدينه سيدي مصطفى الصفر اللي هو كان رئيس الرشيديه في نفس الوقت وهي عضو رشيديه، ف تحفظ برف هي ما يسترنين والناس كل تكلمت فيها كلام خايب وكذا، فبرف شيخ ترنين على فريق غزالي اللي مش متاع صالح متاع رشيد قديمة وغنيها برشا الناس بما فيهم شافية، الجملة تقول فيها نمشي جهامة على الأرض في وسط سوق المدينة، ما هو هكا في العروبي، هلا شيخ ترنين يفدلك يضرب في العود وقالها نمشي جهامة على الأرض في دار شيخ المدينة. قالت لي هي تحكي لي، قالت لي سيخ ما يسطن قدرك ما كانش يراو نتفهم معك، ما يكبر في عينها حد، ما كبرت في عينها الا وسيله. شو حتى الرئاسه وصلت الا وسيله؟ هي ولا وسيله السيده وسيله بن عمار بورقيبه كانت هي وياها ما يتحملوش لاسباب طويله ما نعرفهمش بالضبط كلهم، لكن يبدو انه كل واحده كانت فاطنه برويند الاخرى قبل ما تولي رئاسة وقبل كل شيء معنا، فهمت؟ فسيدة شافية باش الحكاية ظهرت، سيدة شافية كانت مرة ثرية ولبسنا عليها، فكتنحات جابت سيدة عبد الرحمن اللي كانت في باب سعدون طاوة محطة الكيران بتاع اللي تهز الماطر وبنزرت وكل شيء، فجات الشيخ المدينة وقت سي زكريا بن مصفى قالت له فوتولي في الأرض كانت فيها موتة وكذا، فوتولي في الأرض نعمل فيها جامع. قال لي سي زكريا مبروك،
فبلدي تونس مش تفوت لها في الارض بالدينار الرمزي، وبدات تعمل في البلانات وتشاور فيه وهكا نعملوا وهكا نعملوا، وكماندات الثريات وكماندات الزرابي المراه تبني جامع، تبني جامع وتصرف عليه من مالها الخاص. وسمعت لها وسيله ونهار كبر وكلمت زكريا بن مصطفى مسحت بيه الارض، قالت له كلي بيها كلي صفتها اللي نعتها وقالت بيها برشا كلام خايب، كلي ما زالت تبني جامع ما تخليهوش، وقامت عليها حمله صحافه وعندنا الجرايد توا كيفاه منين جبتهم الفلوس هذه اللي مش تحب تبني بهم جامع؟ كنا نوليو شرفه حتى يموتوا كبار الحومه، وبرشا صحفيين يتقال هكا ينخرطوا في الكلام هذايا. يحكي لي سي زكريا يقول لي نهار انا قاعد في البيرو شافي دخلت عليه لا بالك لا وسع، يقول لي انا خفت خاطر شافي كما كنا تضرب. فقالت له زكريا تهنى ما جيتكش لك انت، اما نعرف شكون السبب وراء هذايا. فلانه اللي بيها اللي صفتها اللي نعتها اللي كذا اللي كذا، نفق قال لي سي زكريا نفس اللي قالت له لا وسيله على الشافي، عادت له لا شافي على لا وسيله، معناها قطع على كل حال انا نويت وربي يتقبل ونتقابلوا عند ربي نتحاسبوا غاديك. انتم موسيقيين تعرفوهم حكايه هذوما نتاع نانا تضرب كانت تضرب في الموسيقيين؟ كل لك حاجه فما كانت معاها هي كانت ممثله بارعه زاد كيف كيف. انا لما سالتها انا شافيه قلت لها نانا انت كنت ممثله ولا مغنيه؟ قالت لي انا لهذا لهذا انا كنت راقصه تحيه كاريوكا نتاعكم نلعب بها خوصه في صبعي كما قالت هي. باهي لكن كانت ممثله بارعه على كانت هي اول الفنانه الاولى في فرقه البلديه تونس لما تكونت. باهي وكان زكي حمادي جزيري المرلو ثم مشى سي حمادي وجا سي زكي طليمات مش يقوم وهما يبرروا وقت على روايه اسمها ابن جلاء على الحجاج بن يوسف. وشافية تمثل دور زوجة الحجاج. وفما ممثلة تونسية اللي هي مرأة قليلة رب العالمين طيبة برشا اسمها بشيرة التونسية. كانت تعيش في غنية كانت كل أخرى قليلة كانت تعيش عندها معناها. فتمثل دور جارية يجيبوها يهديوها للحجاج والحجاج يولي هكا يميح لك الجارية ذيك. فتدخل النهار تلقاهم في وضعية ما تعجبهاش إلا شافية الزوجة معناها الشرعية، فتكش عليه وتقول له من أين أتت هذه كذا. فيبرفوا بصوت العادي لأنه وقتها فماش ميكروويت. نهار العرض والصالة مسرح البلدي ترمي من الساكير كح، تدخل إلى شافية تلقى سي الحجاج بن زكي طليمات ولا بشيرة تونسية هو هكا يلاغي فيها. فتجي في من أين أتت هذه بشيرة يا وخيتي قطع على شايب كما هذا باش نتعارك والله ما قالوا لي عملها كي خطيني. تخيل أنت دراما دراما وتقلب بالطريقة هذه. يقولوا لي أن سي محمد بن عبد العزيز العقري بالمخرج اندب وجهه بالحمصة. فزدت الرواية فزدت الرواية خاطر علاش يخافوا خافوا يعرفوها صعيبة معناها. باش نبقى في الأبيض والأسود مع ليلى مراد، أي قناعة تحب تسقطوا على شخصية ليلى مراد؟ ديما الناس يتهموها بأن اليهودية اللي حتى في حرب فلسطين باعت أسرار وكذا جاسوسة قال عليها جاسوسة قالت عليها جاسوسة. بينما سيدة ليلى هان مراد امرأة عظيمة امرأة فاضلة امرأة طيبة برشا بخلاف الصوت والتمثيل هذيك حكاية أخرى، أما كشخصية المرأة هذه أسلمت إيه لكن قبل برشا من الوقت اللي قالوه أسلمت بطيبة خاطرها. هي تحكي قالت نهار واحنا راقدين مازلت متزوجة بأنور وجدي مازلت ما طلقتش منه وفاقت بالأذى ما كان فاقت بالصدفة الأذان يأذن فخمت بينها وبين روحها قالت ما أنا نهار آخر كان نموت على ديني مش نتفن مع اليهود ونلقى أنه يستعاروا بي مش يجيوا أنور ولا حاجة يجيوا يزوروني وهي نور ربي قذف في قلبها فقررت أنا تسلم ومشت الأزهر طلبت الإسلام. فالشيخ الشيخ وقتها قال لها لا مش هكاية هذه ممكن ياسر نزوة هاو الكتاب هذا والكتاب هذا كان تعرف تقرأ العربية قرام ورجع لي بعد عام تقول لي رجعت له بعد شهرين قريته الكتب وقلت له شنو اللي فيهم قلت له شد صحيح احنا بنسلم. فلما أسلمت قال لها بعد ما كتب لها وثيقة الإسلام وكل شيء قال نشهروا هذا على الصحافة لأنه يعني عملوا هذا في الجامعة. قالت له لا أنا فنانة ومطربة وممثلة ويقطوا يقولوا الناس عملت الإسلام هذا بروباغندا ولذا قالت خلينا هكاكا أنا سلمت الروحي ما سلمتش للعبيد وقعدت معنا مسلمة حتى جات النكسة متاع 58 اللي قالوا فيها جاسوس وقتها خرجت وثيقة الإسلام متاعها. لكن هي امرأة أطيب من ما فماش. جات تعيش في تونس؟ عاشت 3 سنين قعدت عنا وهي صغيرة مش هي صغيرة أنه أبوها زكي مراد تنفى لتونس في سلطان فؤاد لأنه كان متسيس خدم عمل برشا سياسة فجاء لتونس هنا قعدت 3 سنين وسكنت في 8 ناجي الشوك الحفصية.
الحفصية سكنت. الحفصية سكنت. ليلى مراد سكنت في الحفصية. ما طائفة اليهودية واليهودي يسكنوا غادي سكنت غادي مع ناس اللي يعرفوا. وبوها عزف في تونس. زكي مراد عزف في تونس والفرقة التونسية. فكنت 3 سنين قاعد قبل ما يمشي. حب أقول جوست معلومة على مش عارفوها الناس. تلوموه تخونوه عمره ما خانكم. عبد الحليم. تاحة. خاصة بفلوسها شريتها. تخلى عبد الحليم القاعد سجل فيها في استوديو تعمل في البروفة. عجبته عيط للملحن قال له اعطيها لي. قال له راي سيدة متاع سيدة ليلى هنا وراي شريتها بفلوسها. هي كيرات الحركة عيطت الملحن قلت له شفما. قال راه هكا عيطت له. قلت له حليم يجا هدية من عندي خذها وقتها يعمل في الوسادة الخالية. هديتها له. ثم كي مرض قعدت هي تتبع في المرضى نتاعو ولما توفى عبد الحليم هي اللي حلت الدار وقعدت تستنى فيه حتى اللي جابوه الوفاه نتاعو وقعدت 40 يوم في داره تقبل في الغيار كل يوم لان رغم اللي عندها اولاد يعني بعد انور وجدي تزوجت وزي بتزوج اولاد لكن مع ذلك قعدت وفيه الفريق لعبد الحليم لان كانت تحس كان ولدها حبته وقعدت تعبر على الحب هذا حتى بعد وفاته. خانها انور وجدي ثابته الخيانه. ثابته الخيانه تزوج حبه الاول رجع الحب الأول رجع للسيدة ليلى فوزي حبه الأول خاطر حبها هي ثم تزوج مرأة أخرى بعدها ثم طلقها وتزوج ليلى مراد بيناتنا طمع في فلوسها. ليلى مراد كانت كيقولوا ليلى مراد يقولوها برك في الكلام إذا مصر كلها تقف على ساق وقتها كانت لا غروند فيديت فحبي عرس أنور وجد ليلى مراد كيفاش كان؟ ضحك تعرف اللي ما صارت تكتب صديقة في البلاتو والزفة نتاعها صارت في فيلم معنى ما صارتش وروحوا للدار ما صارت هو كان شوية يحكيوا عليه يقولوا كان شوية هكا شوية ما يصرف أنور وجدي أي كان مش مصروفجي فكيحبوا تفهموا في الزواج وكل شيء في الفيلم في آخر الفيلم مش يجيبوا مأذون ويكتبوا صديق الفيلم وتتصدروا كذا في الكوشة كما يقولوا هما فمشى جاب مأذون بالحق حقيقي وكتبوا صديق بالمجد وتصدرت وعد وكان بعدش قالت له أنا ما تصدرتش وما عملتش الزفة وكذا قالها الزفة جيها 300-400 شخص انت الزفة متاك يشوفها العالم الكل فيلم على يتفرجوا فيها خلق العالم الكل يحضر في عرسك. يسقط القناع. شكرا عبسة ترعميمو. عبسة ترعميمو نحب نشكرك على الحضور ما نجمش خليك تروح من غير ما نشكرك على الوثائق اللي خرج على صالحة وثائق مهم في ذكرى وفاتها نهار 26 نوفمبر 1958 للمخرجة سامح الماجري. أنت كنت في المستشار التاريخي للفيلم عمل من إنتاج الجزيرة الوثائقية. أنا فاجأتني لأنه كنت أتوقع أنك تحضر في حاجة على السيدة نعمة الله يرحمها. وحق جاء مزروب جات الاقتراح من المخرجة من سماح يعطيها الصحة. علاش؟ على خاطر الجزيرة حبت تعمل هي حبوا يعملوا خموا في صالحة وكان مش يعملوا في مصر كان مخرج مصري ومش تعمل في مصر على صالحة فهي لما فطنت محلينا آخرتها عاد من صالحة صوت تونس الأعماق تونس ما جاتش معنا كل واحد يعمل يلعب قدام داره كما يتقال فخدمنا يقول لك هذوما شخصية عالمية توحية حنا بعد دنزل واشنطن باش يعمل حنا بعد أي سمعتي حاجة باهية ولا حاجة خايبة؟ أي علاش لي أما ليه حبينا بنظرة تونسية نخدموها بنظرة مادام الجزيرة مش تعمله بنظرة تونسية كيفاش واحد وخلى شهود توانسة وكذا فزربنا فيه. السيدة نعمة إن شاء الله موجود فوجي إن شاء الله موجود بروجي الفيلم عليها إن شاء الله بقدرة ربي في أقرب الأوقات وإن كان المخرجة تحب تعمل فيلم على سيدي علي قبل السنة ما شفناكش كرونيكور في التلفزيون. لا يزي عاد يزي كهو يزي كهو كثر من العسل يمصاد أنا لا يزي عملنا دي سيزون في الجو هذا متاع البلاتو وكذا سنة قررت أني ما نخدمش ورهين ما كلمكش بسيس كلمني ومشيت له ضيف نهار الأولاني بالكل من أول حلقة عنده في البرنامج نتاعه ومشيت له مشيت حذاه وتسبلت الحق مش ما نكونش موجود في بقية البرنامج لكن مشيت الحلقة الأولانية مش ما يقولش متغشش ولا حاجة ليه ليه بالعكس تعب برهين قدروا برشا والإكيب الكل انقدام وتحية ليهم ربيعينهم لكن خممت الحق قلت أول حاجة نرتاح هنا نرتح الناس مني شوية ثم نحب حتى كن نرجع نحب نرجع الأصلي ان شاء الله اصلي معنا نرجع برامج في التراث التونسي في التاريخ التونسي في حاجات نتاعي كما كنت عامل مقبل في الوطنيه وفي الثانيه وكل شيء كل النجاح يعيش. كل التوفيق يعيشك. في الاذاعه اي اف ام ان شاء الله عن قريب ان شاء الله كربي سائل في رمضان باش نكون موجود في الوطنيه أيه. نرجع لدارنا
دارنا تسترعارنا كما يقولوا الليل خلاط لستين سنة وما كتعرف واحد يتغرب يكون يبني البلاصات والهناشة والميوزينات وكذا ثم يروح لدارهم يروح لدارهم. فمش علاقتي مش تقعد بقي موجودة بالإفام هذه أكيد حتى شرطي أني ما نجمش نسلم في الإفام خاطر نحبهم ويحبوني والكل موجودة بقي لكن ماشي الوطنية إن شاء الله في رمضان. ثم برنامج نجم نعلن عليه وبرنامج آخر لا مش خلي مفاجأة هذا مش يكون فما زوز برامج إن شاء الله في رمضان. برنامج إحياء البرنامج القديم اسمه سهرة من بيت فنان إن شاء الله نحب كل مرة نمشي بحث فنان سهروا حذاه سلطة طوى فما الديجيتال في الراديو كذا نجم نوثق وما نتوثق فنان يكون مغني ولا ممثل ولا غير تكون في داره سهرية رمضان في داره ونحكيه معاه إن نسمعوه نسمعوا حاجات عليه سهرة رمضان مع أصحابه مع عائلته أصحابه هو يختار المحيط نتاعه. كنت قبل وقتها سي عم يسعزين ملوح الله يرحمه خدم حاجة من نوع ذي للراديو ثم ولات في التلفزة أنا نحب نرد على الراديو الأصلة ما اخترت حتى شخصية تكونهم الكل كل التوفيق يعيشك كل النجاح يعيشك. نورتنا شرفتنا يعيشك. القدير والمميز عبد الستار عمامه شكرا. كهربة تمشي كهربة تجي الكهربة متاعنا الجولف ويت السيارة الحدث سومها 137 مليون بعد أسابيع قليلة الكهربة باش تخرج تنجم تكون من نصيبك أنت اللي تتفرج فينا سهل برشا جرب حظ الأيام الأخيرة وعلاش ليه الكهربة هذه ما تكونش من نصيبك خذ تليفونك ابعث SMS في حرف A على الرقم 85811 A على الرقم 85811 حظ سعيد للجميع.